نشوف هذه القرارات سواء اللي صدرت او المنتظر صدورها والخطوات اللي بتاخدها الدوله في الفتره الحاليه والحكومه عشان تخفيف تبعات الازمه الاقتصاديه على المصنعين المصريين. بالتالي برحب بضيفنا عبر سكايب الاستاذ عمرو فتوح، عضو لجنه الصناعه والبحث العلمي بجمعيه رجال الاعمال المصريين. يا استاذ عمرو مساء الخير، اهلا بحضرتك. مساء الخير يا فندم، اهلا بحضرتك. اهلا بيك. يعني اولا توقعاتكم ايه فيما يتعلق بالمؤتمر الصحفي وما سيعلنه بالغد ان شاء الله السيد رئيس مجلس الوزراء؟ والله انا ان شاء الله يعني احنا اتوقع باذن الله ان يكون في قرارات داعمه للصناعه المصريه، وان شاء الله تكون قرارات قويه. زي لو نفتكر مع بعض في بدايه ازمه كورونا كان في قرارات مصيريه وحاسمه جدا للاقتصاد بشكل عام وللصناعه المصريه بشكل عام. فان شاء الله اتمنى باذن الله ان يكون بكره باذن الله في توفيق، وان شاء الله نسمع اخبار جيده، لان احنا كمصنعين احنا قلبا وقالبا واحنا في ظهر الدوله المصريه، لان حضرتك زي ما حضرتك عارف ان الصناعه هي عمود الاقتصاد. لو اتكلمنا عن اهم حاجه في الاقتصاد هيبقى صناعه وزراعه، وطبعا مصر بتتميز بالسياحة، بس احنا هنتكلم هنا عن الصناعة. فأتمنى ان شاء الله بكرة نسمع اخبار جيدة بإذن الله، وان شاء الله كلنا ثقة زي ما ان شاء الله عدينا أزمة كورونا بإذن الله نعدي هذه الفترة الصعبة اللي بيمر بها العالم. مردود القرارات الأخيرة، يعني التوجيه الرئاسي بإعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من مسألة الاعتمادات المستندية، وإن احنا نرجع للطريقة القديمة اللي كان طبعا المستوردين المصريين والمصنعين المصريين بيتبعوها مع المصانع الأجنبية أو المصدرين في الخارج، هل ده بدأ يؤتي مردود أو رد فعل ده إيه موجود عند مجتمع الصناعة في مصر عند حضراتكم؟ أكيد أكيد طبعا. أنا بس اسمح لي من خلال برنامج سيادتك إن يعني بكل ود وحب أشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو استجاب لدعواتنا وتدخل في هذا الوقت الحاسم بهذا القرار، لأن هذا القرار أنا بعتبره هو قبلة للصناعة المصرية، قبلة حياة للصناعة المصرية في هذه الفترة الحساسة جدا والحاسمة اللي بيمر بها العالم كله. فإحنا طبعا كنا بقالنا فترة بنناشد بهذا الإعفاء، إعفاء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من هذا القرار، لأن إحنا قادرين على أننا نجيب عملة صعبة. ولو حضرتك تفتكر أن إحنا مصر الحمد لله حققت نسبة صادرات العام الماضي مظبوط، نسبة جيدة جدا. قطاع الصناعات الهندسية وقطاعات كتير جدا كان في طفرة في صادراتها السنة اللي فاتت. بالظبط بالظبط كده. فاحنا كان عندنا امل ان احنا نكمل هذه الطفره هذا العام، بس طبعا للاسف دي ظروف عالميه خارجه عن ارادتنا. بس هذا القرار رجع لنا الامل تاني ان احنا نبتدي يعني اولا نفيد السوق المصري ونحاول نقلل من زياده الاسعار، وكمان نصدر، لان احنا برضو عايزين نوصل لحلم السيد الرئيس بتحقيق 100 مليار صادرات مصريه. طيب دلوقتي يا استاذ عمرو في لجنه ايضا مكلفه من مجلس الوزراء انها تتابع مع المصنعين والمستثمرين المعوقات وتذليلها، العمل على تذليلها بشكل فوري، وده طبعا يعني هيشرف عليه او هيديره سيد رئيس مجلس الوزراء. ايه هي يا ترى الابرز الامور اللي ممكن بتطلبوها من الحكومه، سواء كان تسهيلات سواء كان اعفاءات سواء كان مسانده مثلا في بعض الامور الخاصه بالصناعه؟ يعني احنا نتمنى، هو طبعا كان ملح جدا الاول القرار اللي السيد الرئيس مشكورا اصدره، ده كان ملح في الوقت الحالي. بس لو هنتكلم على الصناعه بحيث ان احنا نزود صادراتنا او ان احنا الصناعه المصريه تبقى على الطريق السليم، انا احنا محتاجين الاول نبتدي نخف بعض الاعباء على الصناعه، يعني مراجعة بعض الضرائب، مراجعة الضريبة العقارية، مراجعة بعض الجمارك. يعني مثلا احنا عايزين نشجع الشباب والمستوردين ان هم يحولهم الى صناعة
فعلى سبيل المثال خطوط الانتاج يتم اعفائها من اي ضرائب. خلينا نشجع الناس ان بدل ما هو يستورد يجيب خط انتاج ويبتدي يشغله ويدوره ويشغل ناس ويعني وهكذا. انا اتمنى كرؤيه عامه وفيجن عام للدوله المصريه ان احنا نبتدي نعمل نطلق مشروع قومي وطني لانتاج مستلزمات الانتاج والمواد الخام. يعني بطريقه مبسطه وبالبلدي كده عشان الناس تفهمنا، ان احنا نبتدي نعمل قائمه بايه المواد الخام اللي احنا بنستوردها وايه مستلزمات الانتاج اللي احنا بنستوردها. تمام. ونقول ان هي دي لها الاولويه القصوى في هذه الفتره. على غرار المشاريع العقارية. هل حضرتك شايف ان احنا دلوقتي في قطاعات مثلا في الصناعه بتتضرر نتيجه نقص سلاسل الامداد، نتيجه ارتفاع الاسعار، نتيجه توقف حتى مصانع خارجيه في او دول خارجيه في الامداد بالمواد الخام؟ هل بدا ده يسمع عندكم في الصناعه؟ اكيد طبعا. ولو حضرتك اللي اكد على كلام سيادتك ان 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 في فتره كورونا كمان كان عندنا ازمه شديده جدا في سلاسل الانتاج، وده الدافع القوي اللي يخلينا الفتره دي تكون اولويه للحكومه المصريه والدوله المصريه، ان احنا نبتدي الاول نصنع مستلزمات انتاجنا والمواد الخام اللي احنا نقدر عليها ستيب باي ستيب، سواء من خلال مشاريع قوميه وطنيه براس مال وطني او باستثمارات من شركات أجنبية، نبتدي نقعد معاهم ونقنعهم إن هم يفتحوا هذه المستلزمات أو مواد الخام في مصر، خصوصا إن احنا فعلا عندنا صناعة حقيقية، وإن طبعا موقعنا يؤهلنا للدخول في أفريقيا، وطبعا موقع مصر يؤهلها إن احنا نبتدي نصدر لدول تانية كتير. فأعتقد إن دي طبعا فترة مهمة، وده يبقى مؤشر ودافع قوي للحكومة المصرية. تمام. إن احنا نبتدي نعمل هذه المستلزمات. نعم. الإنتاج والمواد الخام. أنا بشكرك. وحاجة تانية، اتفضل. نتبنى مشروع تاني لو سمحت لي في دقيقة، إن احنا برضو نحصر جميع الخامات أو المواد المنتجات اللي بنحنا بنستوردها ونحطها في هذه القائمة، ونشجع المستوردين بتوعها على انهم يصنعوها ويبقى ليهم الاولوية والقصوى في الاراضي الصناعية، في التراخيص، وفي الفند اللي بيتقدم سواء من البنوك او من جهاز تنمية المشروعات. اقتراحات عظيمة جدا، بشكر حضرتك عليها الحقيقة الأستاذ عمرو فتوح، عضو لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين. شكرا جزيلا لحضرتك.